السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. كما شفتوا الفيديو ديال اليوم غادي تكون تيراميسو بدون بيض، سهل وسريع، كيجي اكثر من رائع. هكا الوجبه الكوتي او لا كتحليه مر من الوجبات. فاذا كان يهمكم فيديو بغيتوا تعرفوا الوصفه خليكم معايا وتبعوا الفيديو للاخر. اول حاجه غادي تحتاجوها في تيراميسو هو هذا البسكوي، هذا بسكوي بودوار، هذا البسكوي المشهور المعروف ديال تيراميسو، كتلقاوه يعني يتباع في عده محلات. بالنسبه لي انا فاخديته بمحل وولمارت، فقط يعني تحتاجوا باكيه ديال 200 غرام بحال هذه. فاخديت ملعقه من نسكافيه سريعه الذوبان وضفت لها الماء سخون، وغادي نحتفظ بها جانبا حتى تبرد. ممكن انكم تحضروا اكسبريسو او لا، المهم القهوه الماكينه. ممكن كذلك تحضروا كابوتشينو وتفزقوا في الكابوتشينو حتى هي كتجي زوينه. فبالنسبه للكريمه اللي غادي نستعملوها، غادي نستعملوا الكريمه السائله تكون فيها 35% دهون. عندي هنا تقريبا 470 مليلتر ديال الكريمه السائله، عندي 3 ديال المعلقات كبار ديال السكر سنيده، وعندي هنايا جبن كريمي، علبه ديال 250 غرام ديال الجبن الكريمي. ممكن تعوضوه بجبن الماسكربون او لا جبن فيلادلفيا، مهم كيبقى لكم الاختيار في الجبن. صافي، هادو هما المكونات. كما شفتوا ساهل الماهل، كيتحضر فقط في دقائق، يعني ما كتحتاجوش بزاف ديال الوقت باش تحضروه. في الخلاط غادي نوضع الكريمه السائله، غادي نوضع دوك 3 المعالقات ديال السكر، واكيد يعني السكر كيبقى حسب الذوق، انا ما بغيتش يعني نديرها هاد الكريمه حلوه بزاف. فصافي غادي نتركها حتى تطلع يعني الكريمه جيدا تطلع وتقبط راسها. عاد غادي نضيف العلبه اللي عندي ديال 250 غرام ديال الجبن. فكما شفتوا هنايا ضفت الجبن الكريمي. ممكن الا بغيتو نتوما هاد الكريمه اللي غنستعملوها في الماسكربون تنكوها بالفانيلا كما بغيتو نتوما. فصافي كما شفتوا هذا هو، هذه هي الكريمه ديالنا. بعد ما سالينا كتجي بحال هكا متماسكه، يعني واخا تقلبوا المول ما تحركش. بعد ما بردت لي القهوه ديالي فجبت واحد المول اللي كيكون متوسط الحجم، اما يكون مربع او مستطيل، وبديت كنفزق الجهه اللي ما فيهاش السكر بالقهوة اللي بردات كما شفتوا بهذا الشكل هذا، وكنحط في المول. يعني العملية جدا سهلة كما شفتوا. صافي، وخديت مهم داك البسكوي، حاولت انني نقطعو يعني الى نصفين باش يجيني في هذاك الفراغ اللي بقى لي في المول. ودائما هذاك الجهه اللي فازقه هي اللي كنديرها انا الفوق، يعني الجهه اللي ناشفه كنديرها لتحت، اللي ما فزقتهاش واللي فزقتها كنديرها الفوق. وصافي، ودابا غادي نجي نحط واحد طبقه ديال الكريمه، يعني ديك الكريمه اللي عندي غادي نقسمها الى نصفين، يعني النصف نديرو في طبقه والنصف نخليه حتى الطبقه الفوقانيه. وصافي، وكنبقى هكا يعني بمعلقه او لا سباتولا، مهم على حسب نتوما فاش كترتاحوا في الخدمه. وكنعاودو نديرو الطبقه الثالثه بهذا البسكوي هذا. على فكره هذا البسكوي ممكن تحضروه بانفسكم في البيت الا بغيتو الوصفه ديالو، ونحضروه مع بعض في شي فيديو روتين او لا شي حاجه خليوها لي في التعليق. راه سهل جدا ومقاديره جدا بسيطه، يعني اللي بغات تحضروا راسها مثلا ما كتلقاش. وهذه الماركه انا اللي خديتها من والمارت، راه ما فيه لا الكول لا حتى شي حاجه، يعني انا قريت المكونات قبل ما ناخذو.
فصافي من بعد كيما شفت حاولت انني ندير قطع هكا في الوسط، لان هاد المول عندي غادي وكي عراض يعني الفوق، فكتبقى لي عاد هكا مساحه صغيره بقات لي بحال هكا، فعمرتها وصافي. يعني الباقي اللي بقى لي ديال الكريمه غادي نديرو كله من الفوق. صافي من بعد غادي يجي الدور ديال انني نقادها مزيان هكا بالمعلقه او لا بسباتولا باش يعني يجي السطح عندي مقاد. ومن بعد صافي ما عليا الا نغطيها بالفيلم اليمونتير وندخلها للثلاجة تقريبا غتبقى 4 سوايع، عاد غادي نجبدها باش نقدمها يعني سوا لعائلتي او للضيوف ديالي، فكتجي رائعه كتحليه يعني الا كانوا جايينكم مثلا ضيوف تقدموها لهم وجبه الغداء او وجبه العشاء يعني مع الدسير، كذلك ممكن تناولوها مع قهوه المساء، كتجي اكثر من رائعه. فصافي انا غندخلها للثلاجة تبقى 4 سوايع ومن بعد نتلاقاو باش فوق الشكل النهائي. هذا هو التيراميسو بعد ما دازت 4 سوايع تقريبا، انا خليته اكثر من 4 سوايع، هنا كانت يمكن شي 6 سوايع ولا، حيت حتى يعني جا العشيه عاد باش نقدمو مع القهوه حيت حضرته انا في الصباح. وصافي يعني حتى نبغيو نقدموه عاد كنرشوه بالكاكاو، اما المر او الكاكاو الحلو على حسابكم نتوما، وكيجي هذا هو الشكل ديالو ساهل ماهل. ممكن تزيدو يعني التزيين اللي كتبغيو نتوما من الفوق، كيبقى على حسب كل واحد كيفاش كيبغي يزين. انا درتو هكا عادي كيما شفتو، سهل وسريع ما كياخذش وقت كتير، بسيط جدا. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. كنشكر جميع الاخوات اللي كيجربوا الوصفات كيبعثوا لي بهم في الفيسبوك خاصه والانستغرام، شكرا لكم بزاف بزاف على الثقه ديالكم اللي كديروها فيا وكتجربوا وصفاتي. ما تنسونيش دائما باللايك ديالكم وتشجعوني باش نزيد نكمل معكم في تنزيل الفيديوهات. اللي مازال ما مشاركاش في القناه اشترك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، كذلك ما تنساوش تفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. نقول لكم مع السلامه ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي. يلا باي باي، بسلامه.